السلام عليكم سي محمد. أجيب أتمنى. السلام عليكم. بركة هنا. بحال هكا. ها اليوم يوم 18 نوفمبر عيد الاستقلال. سي محمد. السلام عليكم، بن عطا محمد من فضاء التضامن تعاون الجهه الشرقيه منسق التجمع البيئي شمال المغرب. اليوم رحنا بصدد واحد الحمله تاع النظافه كانت نظمتها الجمعيه تاع منويه للبيئه والفلاحه. رحنا كنتواجدوا بالموقع البيولوجي لمصب منويه، كما كتشوفوا هنايا الشاطئ تاع البحر، وكذلك هنايا كاين الواد تاع منويه. مع الاسف الشديد وهذا الشيء اللي كيتاسف له الانسان، وهو ربي عطانا هذا التراث الطبيعي باش نحتفظوا عليه، كيجيو المواطنين كيستغلوا هذه الطبيعه، كيستغلوا هذه الشمس وهذا الرمال وهذا البحر، ولكن مع الاسف الشديد ملي كيمشيو ها تبان النتيجه، كل شيء كيخلي الاوساخ ديالو هنايا، وبالتالي هذا الشيء ماشي معقول. خصنا الوعي البيئي، وخصنا واحد التحسيس، عمليه التحسيس اللي عنده شي وليد يربيه اللي في المدرسه كذلك، باش نتحاولوا على الطبيعه ديالنا. هذه الطبيعه ربي عطاها لنا حنايا، يعني كمواطنين خصنا نحتفظوا على هذه الطبيعه هذه، وما نخليوش مرادنا الاوساخ. الا جبنا 10 كيلو تاع مثلا ديال تاع الزاد، غادي يبقى لنا 1 كيلو تاع الاوساخ. هذاك البقايا تاع الاكل وهذوك القراعي تاع الميكا ما خصناش نخليهم هنا على الشط، وما نخليهمش في هذا الموقع اللي هو بيولوجي وطبيعي، وبالتالي خصنا نرجعوهم معنا للمدينه باش يعني تكلف بهم المصالح تاع البلديه. هذا نداء كنوجهوه للمواطنين، باش يعني ملي كيمشيو لواحد المحل اللي هو طبيعي، بغا في الجبل، بغا في الغابه، بغا في الساحل، بغا في المواقع البيولوجيه، يعني انه باش يحتفظ على البيئه ويحتفظ على النظافه تاع المكان. وشكرا. شكرا.